التحية تتجدد بحضراتكم من جديد في تواصل انطلاقات هذه المكرمة الغالية، مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. الدعم الأول لهذه الرياضة العربية الأصيلة في هذا الوطن الغالي. هكذا تتواصل الانطلاقات ويسير على بركة الله وتوفيق شوطنا الحادي عشر المخصص لفئة الإبكار اللقاية من المسافة المغررة من قبل اللجان المنظمة لانطلاقة هذه المكرمة الأربعة كيلو مترات. نسير إلى مقدمة الشوط وأتابع الصدارة والمركز الأول اللي انطلقت على مقدمة الشوط واندفعت على البداية معراض لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي اللي تقدمت على مقدمة هذا الشوط، بينما الانتقال مباشرة إلى ثانية المراكز لأجد أمجاد محمد بن سلطان بن رشيد السويدي اللي تحتل المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأتابع الغادمة عجيبة اللي تتقدم في هذه اللحظة لسلطان بن عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي دكتور الأصايل يحضر بانطلاقة عجيبة في المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع لأتابع الغادمة نهايب محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، وهذا الشعار يعلن عن قمة جهوزياته بالفعل في بداية هذا الموسم أيضا لتأتي خوض المعارك بالفعل، وهذا الشعار أيضا سجلات حفلة في العام الماضي حاصل على كاس الأنتاج، ونترقب الجديد يا شاعر في هذا الموسم عن هذا الشعار، بينما ننتقل إلى المركز الخامس لأتابع الغادم في هذه اللحظة وضحى عيسى بن عبد الله بن محمد ريميع السبوسي من اللي تتقدم على المركز الخامس، بينما سادس التحديات الواصلة رمحة لمحمد بن حمد بن سليم الشباني الاكتبي. هكذا هي النتيجة للستة المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة بعد ما كملنا ندائنا الأول، نعود إلى متابعة الصراع متابعة النزاع، أعود إلى معراض على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظة سعيد بن محمد بن سلطان العويسي يقدم لنا هذا الشعار على مقدمة الشوط، بينما الغادمة أمجاد تتقدم على المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تأتي على المركز الثاني، بينما الغادمة على ثالث المراكز اللي تتقدم نهايب اللي تتقدم لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابية، يأتي هنا مع هذه اللحظة مع الكوكبة الثلاثية، بينما رابع المراكز اللي تتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظة الجميلة شعار بن كاسم مع صعايب سالم بن سعيد بن كاسم المسافري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي تتقدم فيه مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة زعفران لحمود بن محمد بن سعيد الحارثي يحتل المركز الخامس، بينما سادس المراكز الواصلة هناك والمنطلقة هي مشاهدين الأعزاء الوثبة لحميد بن سالم بن حميد المنصوري. هذا ندائنا الثاني، أتممنا لحضراتكم محبي هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة، وبدأنا هنا مع 700 متر الأخيرة، بدأنا في أيضا الغلاف الجوي، بدأنا مع الانعطاف الأخير. أعود إلى أمجاد على الصدارة الأولى على مقدمة الشوط لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هالجميرة جميرة سلام والغاد
القادمة هنا والمنطلقة. زعفرانة 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 اللي انطلقت لحمود بن محمد بن سعيد الحارثية غيرت موازين الشوط واندفعت إلى البداية إلى مقدمة الشوط. سلام الحارثي سلام. هذه هي مشاهدي الأعزاء زعفرانة تحتهم المركز الأول والسلامات على هذا الفوز والانتصار للحارثية. الحارثي يهدي هذا الفوز. تهانينا تهانينا والناموس إلى مالك كزعفران حمود بن محمد بن سعيد الحارثي. المركز الثاني أتت فيه أمجاد لا أيضا محمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث معراض لسعيد بن محمد العويسي. المركز الرابع أتت فيه نهاية بن محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. المركز الخامس أصبح من نصيب اللي هي الوثبة حميد بن سالم بن حميد المنصوري. ما شاء الله وتبارك الله على هذه التحديات وعلى هذه المنافسة الغوية اللي أراها من هجن أبناء القبائل في بداية هذا الموسم التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام زعفرانة 6 دقائق و17 ثانية. تهانينا